وهو كيد الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم نجنا من الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. إخوتي، يقول ربي وأحق القول قول ربي: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان أمره سهل جدا، بسيط جدا، يسير جدا، حله أسهل الحلول على الإطلاق. أيها الإخوة، اعلموا يقينا أن الشيطان أسهل مليون مرة من نفسك الأمارة بالسوء. الشيطان رده ودفعه والتخلص منه أسهل شيء في الدنيا تقدر تتخلص منه. الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسهل شيء في الدنيا تقدر تتخلص منه الشيطان. بمنتهى البساطة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينصرف الشيطان، يخسأ، يخنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم. كأنه الشيطان كأنه له منقار كده، تخيلوا انت كمنقار البطة او غيرها، يضع هذا المنقار على قلبك. ان الشيطان يضع خصمه على قلب ابن ادم، فاذا غفل ابن ادم وسوس الشيطان، يوسوس، فاذا ذكر ابن ادم الله خنس الشيطان. بمجرد انك انت تذكر الله يخنس، يبتعد، يتراجع، خنس. اذا غفلت على طول يشتغل. فهذه القضية من السهولة بمكان. لكن الاشكال ان الشيطان لانه جبان لا يعمل وحده ابدا، وانما دوما لابد ان يحيط نفسه بجنود واتباع يتقوى بهم، بل وقد يعمل احيانا من خلالهم لا بنفسه. فقد يركب الشيطان النفس ويدخل على الانسان من جانب هوى النفس. لان خطورة الشيطان انه يعرفك، زي ما قلنا في الحلقة الماضية اظن او التي قبلها، انك يوم ولدت إبليس الكبير لعنه الله وكل أحد أبنائه بك يوم ما اتولدت، قال له روح أنت على فلان. فمن يوم ولدت وأنت لك قرين قاعد معاك ليل ونهار شايفك. عشان كده الناس اللي بتدخل على قنوات السحر اللي موجودة في هذه الفضائيات وعلى النت، شبكة النت وغيرها، او يذهب الى العرافين ويفاجأ وينبهر ويندهش: ده انا لقيته عارف كل حاجة، اول ما اتصلت بيه قال لي انت اسم امك كذا، وانت ساكن في المكان الفلاني، وانت معاك المؤهل الفلاني. دي امور سهلة وبسيطة جدا. بمنتهى البساطة ان هذا الساحر مشغل معاه شوية شياطين من الجن، فساعة انت ما اتصلت او رحت يجي الشيطان اللي شغال معاه، وبيبقى اسمه عادة تلقيحة. هذا التلقيحة يجي على طول يخطف القرين بتاعك، يخطفه لأنه بيبقى معاه مارد، يخطف القرين بتاعك ويسأله هو اسمه ايه، اسمه كذا، أمه اسمها ايه، اسمها كذا، مراته اسمها ايه، اسمها كذا، شايل فلوسه فين، في المكان الفلاني، جاي يشتكي من ايه، من كذا وكذا، وعايز ايه كذا وكذا. القرين نم عليك، قال كل حاجة. فالتاني يقول لك عنده فكرة، عارف عنك كل حاجة لأن قرينك اللي معاك واكل شارب نايم قايم معاك ال24 ساعة، ما بيسيبكش. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا، من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم لن تقبل له صلاة. ليدخل على القنوات السيئة بتاع او يروح
هذه المواقع على النت او يذهب بنفسه. ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديثان صحيحان. من اتى كاهنا او عرافا لم يقبل له صلاة 40 يوما. ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان القرين اللي معاك ليه النهارده عارفك وعارف هواك، انك بتحب كذا وبتكره كذا. هو لابد ان تعلم ايضا ان الشيطان لا يعلم الا الظاهر، بمعنى هو مش هيدخل دماغك يعرف انت بتفكر في ايه، وانما بيسمع انت بتقول ايه، بيشوف انت بتعمل ايه. فلذلك انت لو ما اتكلمتش الشيطان ما يعرفش عندك حاجة. هو يعرف اللي بيشوفه بعينه او يسمعه بودنه. فاذا اتكلمت سمعك عارف انت بتقول ايه. رحت مكان ولا عملت حاجة ولا بتخبي حاجة هو شايفك. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فبيدخل لك من ناحية هواك، من ناحية هوى نفسك. انت بتهوى ايه؟ بتتمنى ايه؟ بتحب ايه؟ بتكره ايه؟ بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ شايل ايه؟ كل اللي بتعمله. كما ذكرت ان التخلص من هذا الشيطان اسهل شيء في الدنيا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما النفس فالتخلص منها اصعب شيء في الدنيا. يبقى فعلا حقيقة ان اصعب شيء نفسك الامارة بالسوء، واسهل شيء شيطانك والعياذ بالله. والعياذ بالله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من النفس، ونعوذ بالله من الهوى. الشيطان له اعمال، وانا هبدأ اذكرها لك بالتفصيل، اعمال الشيطان واهدافه وكيف يضل الانسان. ليه؟ لانك اذا عرفت مداخله تقدر تحرس نفسك. بيقولوا ان القلب ده زي بيت، والبيت له مداخل وله مخارج وله شبابيك وله زي بيقول يعرف لومينات ازاي يقتحم البيت. فلابد انك انت تبقى عارف مداخل ومخارج بيتك عشان تحرسها وتحميها وتضع عليها الاقفال. لابد انك انت تبقى عارف مداخل الشيطان، مداخل الحرمية ازاي يدخل، ممكن يدخل منين ويعمل ايه. اول مدخل من مداخل الشيطان انه لا يأتيك ابدا ليقول لك فجأة اكفر، وانما له ترتيب خطوات بيرتب الامور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبحان الله العظيم. له خطوات، خطوة خطوة، درجة درجة، مرحلة مرحلة. هو مرتب اموره وراسم خطته وبيتعامل معاك على سياسة الخطوة خطوة. السياسة ديك في كل حاجة بتنفع، خطوة خطوة، بطيء ولكنه اكيد المفعول. لذلك قد يفتح الشيطان للانسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر.
ولكن باب من الشر يضيع 99. أفسد من 99 باب من الخير. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.